السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم اخواني، واهلا وسهلا بكم. معاكم زياد هادي، استاذ آلة العود في بغداد في معهد الدراسات الموسيقية العراقي. رحب بكم اجمل ترحيب وفيديو جديد. واليوم فيديو اليوم عندنا أغنية أنت عمري، طبعا للشاعر أحمد شفيق كمال، وإلحان الأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب، وغناء السيدة أم كلثوم في عام 1964. قبل ما نبدأ أنا أحب أنوه على الدورات الموسيقية لتعلم العود والغناء العربي اللي هي ثمان محاضرات شهريا، ثمان محاضرات شهريا، مدة المحاضرة ساعة، يعني انت عندك بالاسبوع تكون عندك محاضرتين، هاليومين ذنين كل واحدة ساعة بساعة، طبعا اونلاين عبر الانترنت، ومقابل اجر شهريا. اللي يحب انه موجود تحت هذا الفيديو رقم الواتساب وممكن انه يعرف التفاصيل، واتشرف بكم. نلاحظ أمامكم بهذه الورقة الآن، قبل ما نبدي نعزفها راح نقرأها، وهذه الطريقة الجديدة اللي هي راح استخدمها وياكم. طبعا قراءتها راح تكون عندنا لا سي سي لا لا أس لا سي سي صول لا لا صول صول أس صول لا لا. السطر الثاني فا صال صال فا لا. ليش قلت لا؟ استمرارية القوس هذا يعني تستمر بي. لا صال لا فا ميرا لا دو سي صال سي لا صال دو سي ري سي لا آخر شيء أس. السطر اللي هذا موجود قدامكم اس، هذا المفروض يكون هنا مرجح حتى نقدر نرجع. وين راح نرجع احنا؟ هذا المرجح من نكمل لا لا اس اس نرجع من الاول لا سي سي لا لا اس لا سي سي صول لا لا صول صول اس صول لا لا فا صال صال فا لا صال لا فا ميري لا دو سي صال سي لا صال دو سي ري سي لا. وإلى هنا جزء جزء، لأن وراء راح تبدي تا لا 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 لا. أوكي، فأنا حبيت أنه ما أطول عليكم، والغاية مالتنا هي غاية تعليمية للمبتدئين، غاية تعليمية للمبتدئين، لذلك راح يكون طبعا هو يكون عزفها ويكون وفق الترتيب اللي موجود، وراح يكون كالتالي اللي راح يكون كالتالي. الآن أمامكم راح يكون عندنا هذا العود، راح يكون عندنا S S زفت قدامكم. هذا يسمونه تعليم، لان اولا هي من مقام الكورد، مقام الكورد ياخذ سي بيمول وياخذ مي بيمول. اذا قبل ما تريد تبدي بالاغنيه عمو تعرف الاصابع لازم تخلي اصبعك على الري، ري
مي بمول وينه ري مي بمول فا صول لا سي بمول اسمع ثالث دو ري ري دو سي لا صول فا مي ري. الان راح نبدي نعزفها بطريقه العزف انا كنت اعطيكم اياها مال حتى تتعلمها حتى تقدر تتعلمها يسموها طريقة تعليمية. الآن ما حبيت انه اكملها وياكم حتى لان هي قضية تعليمية قضية لازم انت تعرفها انه تتعلم جزء جزء. وكلامي موجه للمبتدئين, كلامي دائما موجه للمبتدئين واللي يريد يتعلمون ويريد يتقوون ايضا, لان انا عندي ثلاث فئات بالدورة الموسيقية. الدورة هي شنو ثلاث فئات؟ المبتدئ و المتوسط والريد احتراف. موجود عندي كل من إلى منهاجة. أتمنى اليوم أنه أعجبناكم في هذا الفيديو. تحياتي لكم, لا تنسوا اللايك والاشتراك لإخوان الأعزاء جدا, واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية موجود رقمي واتساب أسفل الفيديو, دورات أونلاين باشتراك شهري. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.